تستعد ازاي بقى؟ تعال نبص على الصورة دي. كابتن هشام. كابتن هشام شايلك. ها، صورة عظيمة دي، اهو تحس ان هو تعب معاك وتعب معاك، وعشان كده انت برضو انت كنت عند حسن ظنه فهو شايلك على كتفه. انا احكي لي، احكي لي الصورة دي. اول ما بدأت اصلا خماسي، انا بدأت من 2015 مع كابتن هشام جاري. يعني انا من ساعة ما بدأت خماسي انا مع كابتن هشام. عدت علينا فترات، يعني في الفترة الاولانية ما كنتش اصلا بعمل بحقق نتائج. كابتن هشام لا بيقول لي استنى بكرة انت هتلاقي نفسك فين وان شاء الله هتوصل لحاجة كويسة. الصورة اللي حضرتك شفتها دي كابتن هشام متعود بعد ما كنا بنكسب كل بطولة لازم الصورة دي لازم لازم يشيلك، يشيلني على كتفي. يعني ان شاء الله كل البطولات اللي تشارك فيها يشيلك على كتفه وتفضل كده فخر ليه، لان هو خلي بالك بيحس ان تعب معاك وكان في نتيجة للتعب ده.